احكم بحكمة ووسع في العذر وكذب المشهد ولو عينك تشوف يلتبس بعض اللمر وسط اللمر وتلتبس أجسام من ظلمة وخوف دام ربك لي مشيها بقدر اقبل الأعذار من أبسط ظروف وانت مر بعاصفة تلو بعسر الجبل انت وخليها تطوف وبالصبر يا صاحبي نلت اليسر وعقبها بالذوق من طيب القطوف وعقبها بالذوق من طيب القطوف.